الإنسان والواحد منا مهما بلغت قوته ومهما على شأنه ومهما بلغت أمواله ومهما بلغت ثروته لن يستطيع تحقيق هذا الأمر على أرض الواقع أمر من الأمور المستحيلة التي توضع في قائمة الممنوعات وقائمة المستحيلات ألا وهو أنك مهما فعلت لن تستطيع أن ترضي جميع الناس عشان كده أحد الحكماء يقول رضا الناس غاية لا تدرك تدرك يعني مش عارف توصل لها، مش عارف تحققها. رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله عز وجل غاية لا تترك. رضا الناس غاية لا تدرك بالدال يعني مش عارف توصل لها ورضا الله عز وجل عز وجل غاية لا تترك يعني لا ينبغي لك أن تتركها فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. رضا الناس غاية لا تدرك حكمة سمعناها كثيرا ورددناها كثيرا وكلما طال بالإنسان العمر وخالط الناس كلما أيقن بصدق ويقين حقيقة هذه الحكمة أنك مهما فعلت مهما فعلت في هذه الحياة الدنيا لن تستطيع أن ترضي جميع الناس عشان كده أحد الحكماء يقول من ذا الذي يستطيع أن يرضي الجميع إذا صدعت بقول الحق فأنت غليظ جسور أمام الناس وإذا حافظت على صمتك فأنت متغطرس مغرور إذا زرتهم كل يوم أي زرت الناس كل يوم فأنت ثقيل مذموم وإذا قطعت الزيارة فأنت القاطع الملوم إذا أبديت لهم نعمة حسدوك وإذا أخفيتها عنهم عاتبوك إن قلت قولا حرفوا معانيه وإن فعلت فعلا أساء الظن فيه لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عز وجل سخط الله عليه وأسخط عليه الناس شوف الجمال الحديث حديث صحيح قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عز وجل سخط الله عليه وأسخط عليه الناس سيدنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث كتب رسالة إلى أحد الرجال يقول له فيها في هذه الرسالة مكتوب فيها السلام عليك أما إنك إن اتقيت الله عز وجل كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغن عنك من الله شيئا وعليك بتقوى الله والسلام عليك. شوف كلمات يسيرة كلمات مختصرة نصيحة جامعة شاملة. إنك إن اتقيت الله عز وجل كفاك الله الناس، وإن اتقيت الناس لم يغن عنك من الله شيئا وعليك بتقوى الله عز وجل. دائما دائما تلمس رضا الله عز وجل شوف بقى اسمع مني العباره دي وافتح لقلبك واجعلها نصب عينيك دائما دائما تلمس رضا الله عز وجل في كل ما تفعل وتقول يجعل الله لك بين الناس الرضا والقبول